سألك هل هناك ذكر بعدها الذي يحملها يذكر الله بعدها؟ السنة الصمت من حمل الجنازة السنة الصمت إلا في نفسه. أما هذه يقول يذكر الله وحد الله هذه بدعمها. فإذا يأتاه الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، الأمر عظيم. فالجنائز يعني موعظة، اتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة. فالسنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال له، سوف يأتي عليه ما يجري على ما جرى عليها، سوف ينقل كما نقل، سوف يموت كما ماتت. فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله عظيم. أما كون يقول اذكروا الله اشهدوا لها كذا وكذا، هذا ما لها. نعم.